هشام الرباط، الأجواء عندك إيه سريعا بقى؟ مساء الخير استاذ لميس. يعني دلوقتي ترقب لما ستسفر عنه الاشواط الاضافيه من المباراه. كان عندنا فرصه مهمه اللي هي فرصه محمود حماده، ولكن لم يحالفه التوفيق وكان واقف يعني متمركز غلط فما قدرش يتحكم ويسيطر على الكره. يمكن دي الهجمه الوحيده اللي كانت خطيره لمنتخب مصر في الشوط الثاني. الشوط الثاني ده بداناه زي الشوط الاول بالظبط، سيطرنا على اول 12 13 دقيقه، بعد كده بقى الاستحواذ للكونغو الديمقراطيه، وبعد كده رجعنا الاداء انخفض. لكن في الربع ساعه الاخيره بدانا نسترجع الكره مره ثانيه ونسترجع الاستحواذ، ويبقى منتخب مصر مسيطر اكتر على الشوط المباراه، ولكن دون جدوى ما قدرناش نخلق غير فرصه محمود حماده اللي لعبها زيزو. نعم. من عرضيه رائعه عدت مرموش ووصلت. نعم. لمحمود حماده، ولكن لم نتمكن من احراز الهدف. لكن نسبيا في اداء لبعض اللاعبين تحسن نسبيا في المباراه دي زي احمد حجازي وحمدي فتحي، فالناس عندها امل ان شاء الله ان الشوط الاشواط الاضافيه نقدر نحرز هدف ونسجل ونفوز بالمباراه. شكرا زميلنا هشام الرباط.